15,000 جنيه، معرفش ان حد دي كده عايز اتحقق من دي شهر 15,000. بيسأل يا سيدي هذا خاصة كده. نسأل يا سيدي يعني شفت وده تلفون تحت
إنسانا ما هو بأسمع الكلام وأنا مركبة السماعة دي بالذات علشان أسمعك بعمق إنشاء حضانة للأطفال في بنسلفانيا أمريكا. أتصل بهم وأشوف إيه الموضوع. واحدة بتقول أنا فتاة عمري 15 سنة وبحب الرب يسوع جدا بس مش بحب الصلاه. يعني بتحب ربنا مع ايقاف التنفيذ. طب لما تطلع السما بعد عمر طويل وتقابل ربنا تقول له مش عايز اكلمك تعمل ايه؟ شوف جرب الصلوات القصيرة زي كلمة يا رب ارحم يا رب استر يا رب كن معايا يا رب سهل طريق، ما تاخدش غير جملة قد كده وبعدين تولفي تقولي صلوات كبيرة. بعض الناس يقولون ان الذهاب الى السينما خطأ على الرغم اني لا ارى اي خطأ في هذا الموضوع واريد زواج. هو السينما دي يتوقف الامر على نوع الفيلم اللي انت بتشوفيه. هل هو فيلم يضرك من ناحية حياتك الروحية ولا هو فيلم يشجعك على الوجود مع الله؟ مش عارف، انا ما بفهمش في السينما، لكن عايز اقول لك تاني، السينما مش مجرد فيلم انما هي وصف معين. وانت ممكن الفيلم اللي عايزاه تشوفيه في التلفزيون، ممكن ومنين ما تلاقي منظر مش مظبوط تبقى عارف التلفزيون، وبعدين لما تتصلى على الحكاية تفتح. لكن بالنسبة للسيرفر تقدر الشيخ تفتح. الناس بيفوقوا الصلاة ربنا يكون معاهم. انا افتكر ان كنيسة جاردن سيتي دي اشتريت الارض بتاعها من فؤاد سلوك الدين باشا اللي كان رئيس زمان. وبعدين بعد ما اشتريت منه الارض ناس من العرب مش عارف في الكويت ولا فين عرضوا
فيه دما اكثر فانهم لا. انا قلت كلمه للبابا مش هينفع فيه. ده المينيمم يعني، فلازم
يخش الدولة أو يعمل مظاهرات تكون. ومش كل واحد يقدر يبتدي بالوحدة الكاملة،
ودي نسيانا بأربع شهور لسه ربنا ما اهتميش. لا اصبر يا حبيبي ما تستعجلش، ربنا يهديك في الوقت المناسب ان شاء الله تلاقي عندك اطفال. Thank you.
الإرادة، بس جايز عليها بمناسبة بأمور ما هي القسوة التي تعامل بها لجان الكنائس وتؤمر في عندنا ناس الله يرحم الأسيس رجع وحكمنا عليه نبص نلاقي احتجاج فيك، لماذا تحكم الأسيس ولماذا القصر وما حكمناش؟ يقولوا اهي بلد من غير عمدة وبيت من غير بواب والحكاية سايبة مش لاقيين حد يحكم. لا نحكم نقول حرام. أرجو إن اللي بيحكم على أي حكم يشوفوا هل هم يعرفوا التفاصيل بالضبط والتهم بالضبط ولا لا. وإن قعدنا نشرح التهم يقولوا بتشفروا بالناس، وإن ما أعلناش التهم يقولوا جلسات مغلقة ما بيسمحوش للشعب إنهم يعرفوا. لابد إن الشعب يعرف كل شيء، مش صح ان الشعب يعرف كل شيء. في اشياء لو اعلناها تبقى فضائح، واحنا من محبتنا للذين نحكم عليهم ما نقول لهمش ما نقولش على الفضائح بتاعتي دي. عامله زي حكايه الكحل، في المكان الكهنة هو ودنه كان عندهم حمار وهم الاثنين على الحمار. فالناس مش قالوا يا للقسوة الاثنين يركبوا ما عندهمش حتى رحمة بالبهيمة دي. فالراجل نزل وساب ابنه، قالوا ايه الوضع اللي يتدفع بيركب ويسيبك وماشي. فغيروا الحكاية، الأب ركب وساب ابنه يمشي، قالوا ايه الأب الراسي اللي يركب ويسيبك يمشي. ده مفيش حل غير انه يبيع الحمار ويمشي.
امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا كلمتكم في الاسبوع الماضي عن السلام، والنهارده اكلمكم عن موضوع مرتبط بالسلام، وهو موضوع الرجاء. رجاؤنا في الله الذي يرعانا ويعيننا ويحفظنا، فبالشكل دي نحيا في سلام، مش بس في سلام بل في فرح، لأن الكتاب بيقول فرحين في الرجاء، فرحين في الرجاء. والرجاء من أعظم ثلاث فضائل، قال عنه الرسول الإيمان والرجاء والمحبة، وبه هذا الرجاء يعيش الإنسان يتوقع خيرا باستمرار. الرجاء إن ربنا يعمل خير يتوقع خير. الناس يقولوا عليه متفائل لأنه بيتوقع خير، ويتوقع الخير بتدخل الله في حياته. يعني ايه تدخل الله في حياته؟ يعني الله الذي يحبنا اكثر مما نحب انفسنا. جايزنا احيانا تكون محبتنا لانفسنا محبه ضار، محبه ضار مرتبطه بشهوه تحطمنا. فالله الذي يحبنا اكثر مما نحب انفسنا، والله الذي يعرف ما هو الخير لنا أكثر مما نعرف نحن. أنت ما تعرفش بالظبط إيه الخير ليك، وجايز الخير اللي أنت تعرفه خير في منطقة محدودة، الله يريد لك ما هو أكثر. أعرف واحد قال لي أنا كنت مقدم على وظيفة وصليت ألف 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 وما جاتش،
وبعدين ربنا كفر لي وظيفة أخرى. شعرت بإني لو تحققت الأولى كنت تعبت. الله يعرف الخير لنا أكبر مما نعرف نحن الخير لأنفسنا، كمان علشان نحيا في رجاء لازم نعرف إن حياتنا في يد الله وحده وليست في أيدي الناس وليست في أيدي الأحداث وليست في يد الشيطان وكذلك حياة العالم كله. عشان كده الإنسان اللي عنده رجاء في الله عنده رجاء ان الله هيدبر حياته احسن تدبير، وان حياته في ايد الله، ايد الله المملوءه حنانا وعطفا وحنوا وشفقه. لما يكون عندنا ضيقه دايما يكون لينا رجاء ان الضيقه دي تنحل. وتنحل ازاي؟ عندنا رجاء فالله الذي قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. ده الرجاء ان ربنا يبص للناس وكل واحد فينا ركيل يقول له تعالى اريحك من حلم. رجاء الله الذي يحل المشاكل ويحول الشر الى خير. ساعات الناس في الرجاء يقولوا ربنا هيعمل خير، ربنا ايه هيعمل خير، لكن في عبارة اعمق من ربنا يعمل خير، ربنا هيعمل خير. لا، ربنا بيعمل خير دلوقتي مش لسه هيعمل خير في المستقبل. رأي ربنا دائما يعمل الخير، وفيما انت مضطرب وخرقان يكون ربنا بيعمل خير وانت مش شايفه. يعني الله لا نرى عمله ولكن نؤمن بانه يعمل وان كنا لا نرى. العيب في عيوننا التي تبصر مش الله اللي ما بيشتغلش. وبعدين تقول انا عندي رجاء ان الله سوف يستجيب في الباطن. هقول لك في حاجه اكثر من كده، انك من غير ما تطلب ربنا يديك اللي انت عايزه، لان الله يعطينا دون ان نطلب وفوق ما نطلب. فاللي عنده رجاء في ربنا وثقة وإيمان به يعيش في سلام. هيجرى إيه؟ ولا حاجة. تقول عندي أعداء كثيرون حولي. داود يقول فلا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي القائمين عليه. حتى ان سرت في وقت سر الموت لا اخاف شر. ليه؟ لاني واثق عندي رجاء في ان انصارك وعقادك هم يعزيان. نحن في الرجاء
نثق بحكمة الله التي لا تدرك. ونؤمن بتدبيره الحكيم. نثق فالله من وقع تاريخ القديم معنا. يعني ياريت كل واحد يقعد بينه وبين نفسه ويفتكر الحاجات الكتيرة اللي ربنا ساعده فيها واللي ساعد الذين حملوا فيها يسجل زي ما بيقول مزمور: بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسنات. إن افتكرت حسنات الله إليك في الماضي يكون عندك رجاء إن يكون نفس الحسنات في المستقبل. وحسنات الذين حولك والإحسانات للبلد نفسها اللي ربنا بيعملها. يأتينا الرجاء أيضا في معونة الله. إن قرأنا سير القديسين وإيه اللي عمله ربنا معاهم وإزاي أمسك بحياتهم وقادهم بكل حنان وعطف، زي ما ورد في الإصحاح الأول من سفر أرميا النبي: يحاربون ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. يكون لنا رجاء في الرب إن تأكدنا تماما أنه قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، وغير المستطاع عند الناس هو مستطاع عند الله. ونثق إن الله يفتح ولا أحد يغلق. كل باب مغلق مش ربنا عنده مفتاح ليه، عنده مئات المفاتيح. بل ربنا عنده ماستر كي، في ماستر كي بيطلع ليه، ممكن يفتح اي باب. فانت كل ما تلاقي قصادك باب مغلق تقول لا، ربنا هو الفتاح الكريم، وتؤمن بان ربنا يفتح. ربنا ليه نرجع فيه؟ لانه صانع الخيرات. ولما اقول صانع الخيرات اقصد الخيرات بالمفهوم الالهي وليس بمفاهيمنا البشرية. بمفاهيمنا البشرية إن ربنا يساعد كل واحد في أي عمل مهما كان خطأ، لكن لا، ربنا صانع الخيرات بالمفهوم الإلهي. نثق بالله في مواعيده. وانه كما قيل عنه في الكتاب انه يقول
يصنع خيرا. يقول يصنع خيرا يعني ايه مثلا؟ يعني ربنا كلم موسى وقال له انا نظرت الى مذلة شعب، شعب ده لا يكلمهم ولا يصلوا ولا يرعوا الدين ولا حاجة، لكن الله في سمائه نظر الى الناس اللي عايشين في مذلة وقال انا لازم انزل وخلصهم من غير ما يقول. ونثق ان الله ليس فقط يحمينا من اي خطر ظاهر، انما ايضا من الاخطار التي لا نعرفها ولكنها مكشوفه امامنا. ما تفتكرش ان ستر ربنا عليك انه ستر عليك في اخطار انت تعرفها بس، لا، ده في مشاكل كانت جايالك في الطريق وربنا وقفها، وربنا وقفها قبل ما تيجي وانت ما تعرفش. ولذلك احنا بنشكر ربنا على الخفيات والظاهرات، الخفيات اللي ما نعرفهاش والظاهرات اللي نعرفها. وإذا جت لك مشكلة يعني لا تقف أمام الله وتفرض عليها حلولا معينة، يعني يا رب لازم تعمل لي وتعمل لي وتعمل لي، يا أخي بلاش، جايز ربنا عنده حل لا يخطر لك على بال وهو افضل من كل الحلول اللي انت بتقترحها. نحن يا اخوتي بالرجاء نثق في الرب، ولذلك ننتصر ننتظر، مش ننتظر بس عشان يرحمنا، ده في المزمور بيقول أرنا يا رب رحمتك، أنا عارف إنك أنت بتعمل أمر رحمة بس اكشفها لي عشان أرى. زي ما المدينة أيام إليشع كانت محاطة بجنود الأعداء وربنا بعت عليك ملايين، جيسا جهزي تلمس إليشع خايف، فربنا فإليشع قال افتح يا رب عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. مش بيطلب ناس اكثر، لا، ده لو افتح عيني يرى الذين معنا اكثر من الذين علينا. عشان كده الكتاب بيقول انظر الرب تقوى وليتشدد قلبه وانتظر الرب. مش تنتظر الرب وانت شاكك وخايف ومرتجف وتعبان، لا، تقوى وليتشدد قلبه، انتظر الرب في قوة، خفش. والكتاب بيقول وأما منتظر الرب فيجددون قوة ويرفعون أجنحة كالنسور ويركضون ولا يتعبون ويمشون ولا يعيون. انتظر الرب، اشهد ان اجنحك النسور والطير ولا يخافك.
جانب السمرار واثقين في عمل الرحمن. إن لم يكن عندنا هذا الرجاء فلنصب، وقل أعطينا يا رب هذه الطريقة. نكتفي.